السلام عليكم. الترتيب والجذر مربع. ناخذ المثال الاول، 4 اصغر من 9. الا درنا لها الجذر جذر 4 وقارناها مع جذر 9، جذر 4 هي 2 وجذر 9 3، اذا جذر 4 اصغر من جذر 9. اذا هنا كانت 4 اصغر من 9، جذر 4 اصغر من 9 كذلك. الحالة الثانية، جد 25 أكبر من 9. إذا استعملنا الجذر، إذا الجذر 25 وقرناها مع جذر 9، جذر 25 راهي 5 وجذر 9 كتعطينا 3، إذا 5 أكبر من 3 وبالتالي جذر 25 أكبر من جذر 9. إذا هناك خلاصة، إذا كان A أصغر من بي بطبيعة الحال مع أ و بي عددان حقيقيان موجبان، فإن جذر أ أصغر من جذر بي. لاحظوا بأن الترتيب ما كيتغيرش. دابا الحالة العكسية، إذا كان عندنا جذر 7 أكبر من جذر 4، إذا أقارنا 7 مع 4، إذا كنلقاو دائما 7 أكبر من 4. كذلك هنا عندنا جذر 100 أصغر من جذر 144، نفس العملية، فمئة ألقاها أصغر من 144. إذن كقاعدة، إذا كان جذر أ أصغر من جذر ب فإن أ أصغر من ب. نأخذ المثال التطبيقي، قارن العددين جذر 10 و3 جذر 3. إذن هنا عندنا جذر 10 وعندنا 3 جذر 3، هاد 3 جذر 3 نحاول نكتبها على شكل جذر واحد العدد. إذن 3 تساوي ماذا؟ هي جذر 9، جذر 9 راه كيعطينا 3 مضروبة في جذر 3، وجذر 9 في جذر 3 هي جذر 9 في 3، إذن هي جذر 27. إذن 3 جذر 3 راه هي جذر 27، إذن غنقارنها مع جذر 10. إذن حسب القاعدة ماذا لدينا؟ غنقارن داكشي اللي داخل الجذر. إذن لدينا 10 أصغر من 27، إذن كنلبس لهم الجذر. إذن جذر 10 راه أصغر من جذر 27.